this shoes. ميك اب هلا رح اعمل شعري. حتروق فلافل انا اليوم مع طحيني صوص. شعري صاير كيرلي ما شاء الله كثير يعني كيرلي عن قبل خصوصا من تحت. Look if you can see this too. هلا رح اعمله ستريت. بدي ارجيكم كيف بدي ارجيكم هيك. كم with this new bag of all the service I'm holding. We are in the city. This Hubba Bridge and Opera House behind me. We came to have lunch بالمطعم اللي عطل بجي عليه مع الناري. Say hello baby. Yummy. My shopping. I'll show you guys. First shopping is iPhone 16. مكتوب ايفون 16 هون. Designed by Apple in California. وبعتولي معه case. بيطلع they give case and charger and what else? Wireless charger. هاي شو؟ screen cord. Yay! Second shopping, City Perfume. Some things from Benefit. Some goodies. بس هيدي منا من City Perfume. شفتها من Big W. هيدي الديودورون 24 hour. Whatever. جبت هيدا لأنه خلص. Benetent. هيدي تالت مرة بشتريها. كتير حبيته. اول ما اشتريته ما كنت حبه بس من شي 6 اشهر تقريبا صرت حبه فصرت جيبه على طول. جبت كمان هيدا البرو 24 اور برو ستر وعطوني معهم سامبلز كمان كرمال جربهم. هيدي مسكارا وهيدي برو واكس. كمان عطوني فوريفر ميك اب فوريفر فونديشن كرمال كمان جربوا. بدي اخبركم انه هيدي السنه بنتي اجت على استراليا وبمجرد ما عرفت انه هي اجت على استراليا عملت عليا رأسا منع سفر مشان بيا طليقي ما يقدر يرجع على لبنان وما يقدر يسفرها على اي مطرح برات الاراضي الاسترالية. سو هي عملت عليا هلأ منع سفر واكيد لما عرف هو بيكون جن جنونه بس I don't care لانه ما عاد بدي اياها ترجع للبنان ابدا بدي اياها تضل هون باستراليا. وانا كنت لازم اعمل هيدا الشيء من زمان ما بعرف ليه طولت بالي لهلا بس مثل ما بتعرفوا هي كنت كل الوقت بلبنان وانا كنت ناطره لحتى تجي لهون على استراليا. سو يس هلا هي عليا منع سفر ما بقى فيها تطلع برات استراليا ابدا لحتى يصير عمرها 18 سنه وانا هلا رافعه دعوه على طليقي كرمال اسحب الحضانه منه وترجع لعندي ان شاء الله. فيا ان شاء الله خير. مشان هيك انا شوي بيزي هالفتره عم عطول عم كون عندي مواعيد مع اللاير تبعي وعندي كمان كورت هيرينجز يعني بيكون في جلسات بالمحكمه بس ان شاء الله خير. اهم شيء انه هلا انا اطمنت انه هي باستراليا وانه هي تسجلت بمدرسه هون استراليه وانه رح شوفها على طول وحتضلها معي كل الوقت. بكره بصور لكم اياها كمان بس عم طمنكم لانه انتم اكيد بلكم تسالوني عنها وبتحبوا تطمنوا عني كمان. I love you guys. Thank you.
لوك شوفوا يا عالم شو صار ببيتي، كله من ورا رفيقتها لاختي اجت لعنا على البيت وقالت لها للماما، كانت الماما موجوده وجوزي كان موجود وكلهم كانوا قاعدين، تعمل لها للماما انا بحب سقف بيتها لماجده عالي، انا سقف بيتي واطي، ما في كم يوم وقع السقف علينا. الله ياخذها شو بتحسد بس والله علينا من عيونها. ما شاء الله apartment. سويان خليني اصور للمتابعين، حرام يفرحون. ما عم افتح اول مره مفوت عليه. open press down more just more. والله maybe this way. يلا press. روح افتح مشدوب ما بتعرف لا يلا مترن. Welcome guys. I'm so happy. I'm recording for the people. They will be happy for me. يفرحوا لي العالم حرام. خلينا نرجع. Empty. Turn the light. لك يلا شيان. خلاص هاي. هاي شو؟ Turn all of them while I sleep or follow. Wow. Look at you. ما في شيء. The bed for you. There's another bed. This is the room, one room here, and there's a bath here too. شوفوني من بطة حالي. مبروك الله يبارك فيكم يا رب. وسام بالكوني كمان، في بالكون. هلا ما قادر اصور كثير، بعدها بصور لكم مره جاي. ما في عفش بالبيت اصلا، يعني هلا راح المصريات كلياتهم على النيو ابارتمنت، وانا دغري جبت كي هولدر حطيت علم لبنان، بكره بجيب علم باكستان كمان واستراليا. اكثر شيء ما حبيته بهيدا البيت انه ما في بانيو، بالحمامين ما في غير شاور بوكس. اتس اوكي. هيدا كمان حمام ثاني ما في بانيو. هيك خزانتي بتجي هيك مفتوحة entry covered، بعدين الغرفة هون، بالغرفة الثانية في خزانة بالحيط هيك you know. بس غرفتين. بلشت ضبط بغراضي guys. عم ضبط بالغراض، شو طلع معي صوري لما كنا بلبنان عايشين. كنت كتير صغيرة، عمري 10 سنين يمكن، وهيدا بيي أنا وأختي الشيطانة قبل ما نصير أعداء. الله يرحمه يا رب. كنا بالمدرسة. ييه صورة تانية كمان يا عمري. هون كنا بالمسرحية عم نعمل مسرحية. هيدي أختي شايفينها بتضلها نكدية، ليكو من الصورة نكدية مبينة عليكم. هيدي شوفوها لحظة، لا ما عم يعمل فوكس. هيدي انا ليكني مبسوطة، هي ما طايقة حالها. ليلي مور فارز مور فارز، كنت عطول ارقص بالمدرسة هيكي. كنت اعمل كمان اعزف على الجيتار يا عمري. هيدا بيتنا بلبنان، كان بيتنا. ليكو هون كمان بالمدرسة عطول برقص. اي واحدة انا؟ هيدي انا، هيدي انا. كنت على طول ارقص يا عمري، رقاصة من صغري رقاصة. هيدي هيدي كمان انا واختي، وهيدي انا وهيدي رفيقتي. بس هيدي رفيقتي راح تتجوزت عمرها 15 سنة، راحت خطيفة، كلهم ممحونين. شو لقيت انا عم ضب اغراضي؟ هيدا الاوفرول سالوب اللي عندي يمكن من 2020، بس ناسي انه عندي اصلا، نسيته كليا. سنة عم ضب اغراضي. الله هيدا البيت عشت فيه 8 سنين، I can't believe رح اتركه. It's okay. حطيت اغراضي بالخزانة. ارجيكم صار عندي خزانة كبيرة بتسع كل تيابي. شفتوا ما عندي تياب كتير، ليكو هون ما في تياب وهون كمان ما في تياب. عشو بدلكم بيقولوا لي جوزي بيقول لي عندك تياب كتير، ما عندي شي. راح منه استا
اشتريت لها هدول اثنين لحمات هدية لأنه حسافر على باكستان. تفضل. وجيت اكل ايس كريم عند ماما. باي جايز، بشوفكم بباكستان ان شاء الله.